السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم من جديد في على قناة جيمر شانين، القناة المغربية والعربية للألعاب الإلكترونية والبث المباشر لأحدث ألعاب الحاسوب. أعزائي الكرام، أشكركم على تفاعلكم في الفيديوهات والتعليقات والإعجاب ومشاركة كذلك الفيديوهات مع أصدقائكم. أرجو أن تستمروا على هذا النهج أعزائي الكرام، ليكون دائما هناك الجديد، ونقوم بعمل دائما فيديوهات جديدة على ألعاب جديدة أعزائي الكرام. اليوم أعزائي الكرام أريد أن أشارككم اللعبة الشهيرة التي يعرفها الجميع أعزائي الكرام، وهي براول هالا أعزائي الكرام. أتمنى أن تجربوا هذه اللعبة، فهي شيقة وذات كاريزما وذات جرافيك يعني جميل 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 جدا أعزائي الكرام. هي بمثابة لعبة يعني قتال بأسلحة، لديك العديد من الشخصيات. نمر إلى واجهة اللعبة أعزائي الكرام. كما تلاحظون هذه هي واجهة اللعبة، هناك بلاين، هناك فري فور اول، وسكرين اوت، وفريندلي، واكسبيرمنتال. يعني هذا اكسبيرمنتال يعني تكون ديجا يعني كتعرف الجيم وعارف يعني العديد من الامور يعني اللي كتخص الجيم. ازاي كلام غنديرو حنايا سكريت اوت او فري فور اول فيرسس ريال بيبل اونلاين اور يوز ديفرنت ليجندز اش ستوك. اوكي نديرو هذا الفيزوال. هناك هذه الشخصيات اللي كما كتلاحظوا اعزائي الكرام، العديد والعديد من الشخصيات، منها شخصيات معروفه كما بحال رايمان هنايا، ولكن هذه الشخصيات غير متاحه يعني من بعد اللعب واللعب في هذه اللعبه كتتم تفعيل هذه الشخصيات. هناك رايمان، انا ما اظن هناك شخصيات اخرى مثل توم برايدر. فين هي توم برايدر؟ توم برايدر، توم برايدر، فكاين هنايا صاحبنا وصديقنا جود اوف وور. يعني كاينين شخصيات عديدة عديدة زي كرام. بغينا نشوفو توم برايدر. توم برايدر هناك يعني شخصيات جميلة، منها يعني مستوحاة من نظن يعني أجد توم برايدر. هناك هذو الشخصيات كما تلاحظون يعني المتاحة ممكن أن تلعب بها. سوف نختار واحدة بين هذه الشخصيات، سوف نختار هذا شاولين كوجي. كوجي اسمه كوجي. كلوز شات. كوجي ضد من سوف لين في يعني شخصية أخرى. لين في ضروري تختار يعني ثلاث شخصيات. سوف نختار هذا الشخصية كاسبيان. كاسبيان ريدي تو. اوكي هذه تسخينات في الأول. خطيرة. لقد مررنا إلى الشخصية الثانية. أي شخصية؟ بالغلط بالغلط أعزائي الكرام. بلاير وان وين أعزائي الكرام؟ كما كتلاحظوا هذا هو. نعاودو نيكست. سوف
سنختار شخصيات أخرى. أيضا جي ريدي فور باتل. أيوة هي لعبة جميلة على الكرام يعني صراحة. نوض على سلامتك. سير برافو جي. شو باقي؟ باقي الشخصية الثالثة والأخيرة. ونعمل سلامتك. أعزائي الكرام، كنتمنى تكون عجبتكم هذا الجيم هذا وتجربوها. سهلة، راه كاينه في ستور أو المتجر ديال ستيم غراتوي. أعزائي الكرام، نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أعزائي الكرام ونهاية هذه اللعبة. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله في رعاية الله. أعزائي الكرام، شكرا لكم.